بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إن شاء الله تبارك وتعالى نقف جميعا بعض الوقفات مع قصة آدم عليه السلام. وطبعا هذا اللقاء قصة آدم لا يتسع المقام بذكرها كاملة، ولكن سنقتصر إن شاء الله تعالى على بعض جوانب هذه القصة العظيمة التي ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن موزعة على سور عديدة. فزون إن شاء الله تبارك وتعالى أنكل فرغمنتن behandelen en stilstaan bij enkele fragmenten uit het verhaal en leven van آدم عليه السلام. ونستنبط ونحاول أن نستنبط الدروس والعبر من هذه القصص ومن هذه القصة، لأن هذا هو المقصود. ليس المقصود فقط أن تسرد هذه القصة ويستمتع بها المستمع، وإنما المقصود منها أن يعتبر به المسلم وأن يستنبط من هذا الدروس والعبر والحكم. يقول الله تبارك وتعالى مبينا ذلك: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فرغانا ستنها فرهانا ليرنا أن لسا ما كان حديثا يفترى. زاخي سبروكيس زاخي فرزون فرهانا، ولكن تصديق الذي بين يديه. تصديق الذي بين يدي هذه القصص وهذا القرآن يصدق ما كان قد نزل قبله من الكتب السابقة والقصص الأمم والرسل السابقين. Het is een bevestiging van hetgene wat vooraf is gegaan aan profeten en boodschappers aan openbaring. ما كان حديث يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. En het is een uiteenzetting van alles wat wij nodig hebben. تفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Het is genade en leiding voor gelovig volk. بشرط أن يكون هذا القوم يكون مؤمنا بهذا القرآن، مؤمنا بهذه القصص، مستسلما لله تبارك وتعالى. آدم عليه السلام يقول الله تبارك وتعالى وهو يبين ويذكر أنه أراد خلق إنسان وجعله على وجه الأرض. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وإذ قال ربك للملائكة أنتوني أبير تيخد الأنجل زايف إني جاعل في الأرض خليفة. الله سبحانه وتعالى زايف تيخد الأنجل فرمان إكزال op aarde een khalifa plaatsen. De khalifa is een makhluk die yakhlufu ba'dahu ba'dahu. Ik zal op aarde een schepsel scheppen en plaatsen die ze zal voortplanten en zichzelf in stand zal houden. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. الملائكه سالت ربها سبحانه وتعالى على سبيل الاستفهام وليس على سبيل الإنكار. فسألت: يا رب، إذا كنت تريد العبادة فنحن أهل العبادة، والملائكة كما لا يخفى عليكم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. إذا الملائكة زلت الله سبحانه وتعالى والله. Als u in staat bent, als u van plan bent om een schepsel te scheppen om u te aanbidden, wij zijn er om u te aanbidden. Hanahnu ahl al-ibada. Wa lan nanqati' 'an al-ibada. Hunaka min al-mala'ika mundu an khalaqahum Allah subhanahu wa ta'ala wa hum sujjada. Min al-mala'ika man khalaqahum Allah subhanahu wa ta'ala mundu an khuliqu wa hum sajidin. Wa min al-mala'ika mundu an khalaqahum Allah subhanahu wa ta'ala wa hum راكعون. وهكذا أرزم إنجلن سينس الله سبحانه وتعالى هني إسخابه زيت زائد السجود هودي سمخين الركوع هودي
zij aanbidden Allah subhanahu wa ta'ala dag en nacht. Al malaika qalat ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. O Allah, gaat u daar op aarde iemand plaatsen die bloed zal vergieten en verderf zal zaaien? En het lijkt erop alsof de engelen ervaring hadden met schepselen die verderf zaaiden en bloed vergoten. Ook in de malaika akhadat tajriba wa ra'at anna 'ala wajh al-ardi مخلوقات تسفك الدماء وتفسد في الأرض وكان الأمر كذلك وكانت الجن قد خلقت قبل ذلك وقيل أن كانت هناك مخلوقات غير الجن تفسد في الأرض وتسفك الدماء فالملائكة لما رأت هذه الحال من هذه المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى فسألت ربها سبحانه وتعالى على سبيل الاستفهام، يعني ما المقصود من هذا المخلوق؟ يعني هل ستخلق خلقا سيفسد وسيسفك الدماء كما كانت هذه المخلوقات تفعل؟ والله قد أعرض أن سخبصل ناس دي أو بلوخة في الخيطة أن فردارف قد زايد زوالس دي سخبصل ومي دي أنجل قد إذا الفاري من هذا دزايد دينا قال إني أعلم ما لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى زي قال إني أعلم ما لا تعلمون. فرها إكبيت وتريني إكبيت. ومن ضمن ما لم تعلمه الملائكة مما علمه الله سبحانه وتعالى وهو العليم الخبير أنه سيكون من هذا الإنسان من هو نبي ومن هو من سيكون نبيا ومن سيكون رسولا ومن سيكون صديقا صالحا وشهيدا ومن الإنسان من سيكون أفضل من الملائكة. قال إني أعلم ما لا تعلمون. ولما إن الله سبحانه وتعالى زي نرد نقول أن فروخا خاد عرض ديز سخبس لبلاس أن دخلك ورب الله سبحانه وتعالى زي إك بيت وتريني نيت بيت. Ik weet wat jullie niet weten. En hetgeen wat de engelen niet wisten, waarvan Allah subhanahu wa ta'ala op de hoogte was en hij is de alwetende, is dat er onder deze schepselen, onder deze mensen, er zullen zijn die zullen behoren tot de profeten en boodschappers en de martelaar en de oprechter. En onder deze mensen zullen er zijn die beter zijn dan de engelen. ولما خلق الله سبحانه وتعالى آدم 60 ذراع 30 متر أكفر آدم عليه السلام يعني كان 60 ذراعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الخلق إلى يوم هذا وهم ينقصون. The men for the states of the Prophet صلى الله عليه وسلم زه they for the states kleiner. En dat zien wij. The men for the states kleiner. آدم عليه السلام was ongeveer 30 meter. Situna, vira, 60 armlengte. Armlengte is ongeveer een halve meter. 60 delen door 2 is 30, ongeveer 30 meter. Sinds die tijd en de mensen worden steeds kleiner. Toen Allah subhanahu wa ta'ala Adam alayhi salam heeft geschapen, Allah subhanahu wa ta'ala karama Adam wa bani. وليس كما يظنه البعض أن الإنسان خلق لا قيمة له ولا وزن ولا كرامة له، بل إن الله سبحانه وتعالى قد قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولقد كرمنا بني آدم. أباب دي كندر فان آدم خئيرت أن هو خستعت الصخير. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر باب ينخذ راحة وبلانت زي ورزقناهم من الطيبات أن هنفن كودا فور صريف كودا فورزين عن أيتا أن فوتسل أن زيرستوف en alles wat zij nodig hebben.
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ممن خلق تفضيلا. الله سبحانه وتعالى heeft deze mens de hoogste status gegeven onder de schepselen die zich bevinden op aarde. Door de aql, het verstand. Allah subhanahu wa ta'ala manaha al insan al aql. فميزه عن سائر المخلوقات التي تعيش على وجه الأرض. Allah heeft hem dus een verheven nobele positie toebedeeld. Middels het verstand dat Allah hem heeft gegeven. En zich daarmee heeft afgezonderd van alle andere schepselen die op aarde leven. وهناك أشياء أخرى ميز الله سبحانه وتعالى بها آدم عليه السلام. ويوم القيامة في الحديث الشفاعة يأتون الناس آدم عليه السلام. يوم القيامة in the hadith wherein the Prophet ﷺ vertelt dat de mensen يوم القيامة bij Adam zullen komen om hem te vragen, om te bemiddelen, zodat Allah zal beginnen met يوم القيامة. Daarin noemen die mensen noemen zij enkele bijzondere eigenschappen van Adam a.s. Uit deze hadith halen wij deze bijzondere eigenschappen. En in het hele hadith na'lamu al-khasa'is allati ja'alaha Allah subhanahu wa ta'ala li Adam a.s. في الحديث فيأتون آدم يوم القيامة فيقولون يا آدم أنت أبو البشر أو آدم ابن الفاضل من خير المنسك the first man خلقك الله بيده. الله heeft jou geschapen met zijn eigen hand. انظر إلى هذه الميزة العظيمة. الله سبحانه وتعالى خلقه وصوره بيده سبحانه. الله heeft hem met zijn eigen hand geschapen en gevormd. خلقه الله بيده وأسجد له أسجد لك ملائكته يعني يخاطبون آدم عليه السلام خلقك الله بيده وأسجد الله يكتب بزن أي خلق صنع وأسجد لك ملائكته أنا هيت فريا ودعنا دون هكنيلة زوز فيز وضارك زوزي كما سنرى بعد قليل وعلمك الأشياء كلها وهذا هو الشاهد. En hij heeft jou alle zaken geleerd. قال الله تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها. En hij leerde Adam عليه السلام alle namen van alle zaken. De namen van de bergen, namen van bomen, bergen, planten, dieren. Alle zaken die zich bevinden op aarde, oceanen, rivieren, al deze schepselen. الله سبحانه وتعالى heeft deze aan Adam عليه السلام geleerd. علمه الأسماء كلها. خلافا لما يظنه بعض الجهلة من الكافرين والملحدين ومن بعض جهلة المسلمين يظنون أن Adam عليه السلام إنسان بدوي لا علم له متخلف. صمخ منس الدين أنترخ ضد Adam عليه السلام the first man, the old man was die niets wist, onwetend was, nauwelijks of geen kleding had, en joeg op dieren en dergelijke, en onbeschaafd was. En later heeft hij deze zaken geleerd. Naarmate de tijd verstrijkte, leerde hij deze zaken, werd hij een echte beschaafde mens. Het tegenovergestelde. Al-waqi' al-haqqa huwa khilafu dhalik. Adam alayhi salam منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى إلا وقد علمه الله سبحانه وتعالى الأشياء كلها وكان عالما عاقلا وقد ألبسه الله سبحانه وتعالى لباس التقوى. Hij was een beschaafde persoon, iemand met kennis die zijn kleding droeg en die van alle zaken op de hoogte was middels datgene waarvan Allah سبحانه وتعالى hem op de hoogte heeft gebracht. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. ففوقص زي الله سبحانه وتعالى تيخد الإنجل فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. نوما يدنام فان الله يسوس خبصنا إن دي يريد بار أخطى خزانة. ماذا قالت الملائكة؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Toen Allah subhanahu wa ta'ala tegen deze engelen zei: noem al deze namen van al deze schepselen. Dan zei hij: Subhanaka,
لا علم لنا. سبحانك أي أنت منزه عن جميع النقائص والعيوب. كلمة سبحان الله أو سبحانك يعني معناها أنك تنزه الله تبارك وتعالى عن جميع النقائص والعيوب. تبوش سبحان الله بعد إغلى زي سبحانك لبتيكند هو الله يبن فري فم تكورت كومينا أن زبقت الله is perfect for might يتخين زبقت خين تكورت كومينا هاي كان غلص. قالوا سبحانك لا علم لنا فهب خين كنس إلا ما علمتنا بهالف ميلو زخين وتوي ونسيت بايخ براخ انخليرت إنك أنت العليم من فرابي بنده أو بيتنده الحكيم ده أو بيزه. En nu krijgt Adam de beurt. De engelen kregen de beurt om deze zaak te noemen. Talabah min Allah subhanahu wa ta'ala min malaika an tadkuran min jami'ah al-makhluqat asma'a. Faqala subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alim al-hakim. Qala ya Adam anbi'uhum bi asma'ihim. Qala ya Adam anbi'uhum bi asma'ihim. Allah subhanahu wa ta'ala zegt Adam, noem de namen van al deze schepselen. فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. الله سبحانه وتعالى زيد آدم وآدم نوم دنامه في هذه الزاكه هذا هو الله اكبر. Bergen, zon, vogels, planten, de maan, de wolken, zuurstof, water, rivieren. Alles wat Allah subhanahu wa ta'ala geschapen had, één voor één. Noemde Adam alayhi salam deze namen van deze schepselen. Wat erop duidt dat hij geleerd was. En sinds die tijd, sinds Adam alayhi salam, tot aan de dag van vandaag, de kennis neemt af. En de beschaving neemt af. De eerste mensen waren gekleed, hadden kennis. En naarmate de tijd verstrijkt, de kennis wordt minder en de kleding wordt minder. Het verstand wordt minder, kennis wordt minder en de kleding, de beschaving en de kuisheid wordt minder. Dus wat mensen denken, is precies het tegenovergestelde. Zij denken, de eerste mensen hadden geen kleding. Nee, de mensen van 2017, de mensen van deze tijd, dreigen geen kleding meer te dragen. Wat betreft de eerste mensen, Allah subhanahu wa ta'ala heeft hem voorzien van kleding. Heeft hem voorzien van kennis. فَلَمَّا أَنْبَهُمْ بِيَسْمَعِينَ قَالَ لَمَا قُلْ لَكُمْ إِنِّي عَلَمُ غَيْمِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Toen Adam alayhi salam deze naam noemde van al deze schepselen, zei hij tegen de engelen, heb ik jullie niet verteld dat ik het onwaarneembare ken van de hemel en aarde? وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. En ik weet wat jullie verborgen houden in jullie harten, en wat jullie openlijk bekend maken. وهذه الآية أو جزء من الآية إن تدبرها المسلم وفكر فيها وعقلها وفهمها فإنها ستغير حياته. De moslim die deze gedeelte van dit vers overpeinst en goed begrijpt en een plekje geeft in zijn hart en dit beseft, zijn gehele leven zal hierdoor veranderen. Waarom? وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala is op de hoogte van datgene wat je verborgen houdt. Allah subhanahu wa ta'ala is op de hoogte wanneer jij je alleen bevindt. Allah subhanahu wa ta'ala is op de hoogte van hetgene wat jij in je hoofd denkt. Allah subhanahu wa ta'ala is op de hoogte van jouw hypocrisie wanneer jij bepaalde mensen benadert met een bepaald gezicht, met een bepaalde houding. En vervolgens keer je van hen af om anderen weer met een andere houding en een andere instelling als een hypocriet te benaderen. Allah subhanahu wa ta'ala is op de hoogte van datgene wat jij openlijk toont en wat jij verborgen houdt. وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. نرجع إلى خلق آدم عليه السلام. Allah subhanahu wa ta'ala لما قضى وقدر أن يخلق هذا الإنسان وهو آدم عليه السلام أعلم الملائكة وأمره بالسجود له. فما إن تدب الحياة في جسده إلا وعلى الملائكة أن تخر له سجدا.
فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Als ik van mijn ziel in hem blaas, verricht dan met z'n allen de sujud voor Adam alayhi salam. Werp jullie ter aarde in de sujud voor Adam wanneer ik van mijn ziel in hem blaas. هنا وقفة. فإذا نفخت فيه من روحي. هذا الروح الذي نفخ الله سبحانه وتعالى في آدم عليه السلام هي روح مخلوقة. That is a zeal wat door Allah سبحانه وتعالى geschapen is en in hem is geblazen. فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Wat is er gebeurd? Allah سبحانه وتعالى draagt de engel op en vertelt hem zodra het leven in hem is, zodra hij begint te bewegen en het leven in zijn lichaam vindt, dienen jullie allemaal sujud voor hem te verrichten. Wat gebeurt er? فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. Alle engelen gingen de sujud, wierpen zich ter aarde in de sujud voor Adam alayhi salam. وفي آية أخرى وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. En toen, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ, toen wij tegen de engelen zeiden, اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Alle engelen, op dat moment toen het leven in het lichaam van Adam alayhi salam werd geblazen en hij het leven kwam, de engelen wierpen zich met z'n allen ter aarde in de sujud. Illa Iblis, behalve Iblis. En Iblis, deze naam, qila anna is kan ismuhu qabla hada, qabla ma'siya, anna ismuhu azazin. Qila hada, jaa dhalika, dhakra dhalika ibn kathir. Anna hu kan ismuhu qabla hada azazin. Wa ba'da an عصى الله تبارك وتعالى عرف بإبليس أو الشيطان. فسجد الملائكة كلهم الله أنزل لك نيوز نير فور آدم إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هاي فايخذهم هاي فايخذهم السجود تفريختا فور آدم عليه السلام أن هي متفائفة ستيل باي ستار. الشيطان إبليس فايخذ هاي السجود تفريختا voor Allah subhanahu wa ta'ala of voor Adam. Hal Iblis i'tarada ala sujud lillahi tabarak wa ta'ala am sujud li Adam? Sujud li Adam. Amma Iblis lam yarfud wa lam takun lahu ma'ahu mushkila an yasjuda lillahi tabarak wa ta'ala bal kana min al-'ubad, kana min al-'ubad. Shaytan behoorden tot de engelen, of tot de, zoals we daar zullen zien, tot de djinn, die Allah veelvuldig aanbaden. Kana min al-ubad, kathir al-ibad, wa kana dha'ilm, en had kennis. En veel aanbad Allah subhanahu wa ta'ala veelvuldig. Dus als wij kijken naar sommige jongeren vandaag de dag, ba'd shabab, huwa la yasjud lillahi tabarak wa ta'ala. Amma Iblis, fa kana yasjud ليل نهار لله تبارك وتعالى. Sommige jongeren die weigeren zich neer te knielen. En sommige ook ouderen weigeren zich neer te knielen voor Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis, de shaitan, had er geen problemen mee. Hij knielde zich neer dag en nacht voor Allah subhanahu wa ta'ala. ولكن عصى الله تبارك وتعالى في سجوده لآدم عليه السلام. Hij weigerde zich neer te knielen voor Adam alayhi salam. Illa Iblisa aba wastakba al-kibr. Wat hield hem tegen? Allereerst al-kibr. Hij was hoogmoedig. Wa hadha al-kibr yadubbu fi kathir min qulub al-nas al-yawm. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Degene die ter grootte van een atoom of graankorrel aan hoogmoed in zijn hart draagt, hij zal het paradijs niet binnentreden. قال انا خير منهم.
Wat zei Iblis? Hij zei, ik ben beter dan hem. وهذه الكلمة يرددها كثير من الناس اليوم ولكن بعبارات مختلفة وبأشكال مختلفة. So, veel mensen herhalen deze woorden. Ik ben beter dan hem. Of wie is hij? Schoolfilm. Hij was schoolfilm. Wie is hij? Niet dat hij vraagt niet om wie hij is, waar hij vandaan komt. Nee, hij zegt, ik ben beter dan hem. Schoolfilm. Hij was wie is hij? Niet om hem te leren kennen, om kennis te maken, nee. Om duidelijk te maken, om hem neer te halen, op hem neer te kijken. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. Profeet صلى الله عليه وسلم zegt, het is voldoende aan slechtheid, het is al slecht genoeg wanneer iemand neerkijkt op zijn broeder. Dat hij het gevoel heeft dat hij beter is dan de rest. Dat jij het gevoel hebt dat jij als zuster beter bent dan andere zusters. Dat jij jezelf beter ziet dan alle anderen. Alle anderen zijn minder dan jij en jij bent de beste. Dat was het gevoel wat de shaitaan ervoer. Illa aba, illa iblis aba wa stakbara wa kana min al-kafirin. Wa huna ikhtalaf al-ulama qadiman, hal kana shaitaan min al-malaika am min al-jin. ذكر عن جرى عن بعض السلف أن إبليس كان من الملائكة لأن الخطاب موجه إليه وإذ قلنا للملائكة إذا قيل أن إبليس إذا من الملائكة لأن الخطاب موجه إليه وذكر الله تعالى أنه أن الخطاب موجه إلى الملائكة سون خليدة يعني أن مينيس تسخير أمد خليدة فروغة إذا سيدات هاي ديسكوشيدة أمدرلين was een vermenging verschilde, was Adam of was Iblis een engel of een geest of een djinn? Engel of een djinn? Want Allah subhanahu wa ta'ala spreekt de engelen aan en hij zegt, فَسَجْدَ de الْمَلَائِكَ Hij spreekt over de engelen. De engelen die verrichten de sujud, behalve die indien, behalve Iblis. Dus Iblis wortelde engelen. En hoe kan het zijn dat hij zich onder de engelen bevindt als hij een geest is? كيف يكون مع الملائكة إذا كان هو جنيا أصلا جني اس خيس هو كان هذا من الإنجل زين إذا هذا خلاف قديم ولكن القول الصحيح والله جل الله أعلم أن إبليس كان من الملائكة أولا لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الإنجل الله سبحانه وتعالى أخبر عنه أنه لا يعصونه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الله سبحانه وتعالى زاد في الإنجيل dat zij Allah altijd gehoorzaam zijn en nooit ongehoorzaam kunnen zijn. إذا كيف يعصي إبليس ربه سبحانه وتعالى إذا كان من الملائكة؟ إذا هذا لا يمكن. إذا ما دام أنه عصى الله تبارك وتعالى دل هذا على أنه من الجن لأن الجن كالإنس قد يطيع الله تبارك وتعالى وقد يعصيه. Net als de mens, geesten en mensen kunnen Allah gehoorzaam zijn of ongehoorzaam zijn. En aangezien Iblis Allah ongehoorzaam was, duidt op het feit dat hij dus geen engel was, want de engelen zijn Allah subhanahu wa ta'ala altijd gehoorzaam. ويؤكد هذا قول الله تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن دجل صوت كهف كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذون وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. This verse is duidelijk in het feit dat shaitan een geest was, een jin. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين حمله كبره وحسده على عدم السجود. Ook zijn jaloezie, zijn hoogmoed en arrogantie en jaloezie heeft hem ertoe geleid om zich niet neer te knielen voor Adam a.s. Mensen die hoogmoed in hun hart dragen. Of jaloers zijn op andere mensen, zij treden daarmee in de voetsporen van de shaitan. Illa Iblis aba wa stakbara wa kana mina al-kafirin. Iblis, qala ana khayrun minhu. Ik ben beter dan hem. خلقتني من نار وخلقته من طين
الآن إبليس يعني بدأ في الفلسفة يتفلسف. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أمره بأمر واضح، ثم هو بدأ يتفلسف، أنا خير منه، أنا من نار وهو من طين، فالنار أفضل من الطين، إذا كيف أسجد الذي كيف يسجد الذي هو أفضل لمن هو دونه؟ يعني هاي الخطة الفلسفية بفضل الله سبحانه وتعالى وزدائر من هذا نعم لك كريدي فر آدم عليه السلام. ما هذا بفضل من الله سبحانه وتعالى ليك ساعة ليخا أنيس بزن أيخ فستانت بخينة خبرائك. وهذا يعني ضلال كبير. قال ابن سيرين أول رحمه الله أول من استعمل القياس هو إبليس. القياس في مقابل النص قياس فاسد، يعني أنا لو في العلماء لهم قياس، وهذا أحد مصادر التشريع بعد الكتاب والسنة والإجماع إلى غير ذلك، فهم يقيسون بعض الأشياء التي ليست معروفة أو الأشياء الجديدة يقيسونها على الأشياء التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان حكمها واضح، فيقيسون هذا على ذاك حتى يتعرفوا على الحكم الشرعي. الانالوجي يعني ايش تدي ابن سيرين زخت دي ايش تدي انالوجي في برايتر واس ابليس انالوجي اذا كان ايت وفن يتورد دي كانت خايا اي انزت العلماء دوت انزت ان ده فرخلايك مع ايت وفن تورد دو بكنت اس ام ده اوردل تحترام او حلال وحرام ليس في الفقه الداخلي. القياس ما القياس ليس القياس wanneer jij je verstand moet gebruiken, telt niet op het moment dat een duidelijk bevel van Allah is. Als er geen bevel van Allah is, geen duidelijk bewijs uit de Koran of Sunna, dan doen de ulema, of geen ijma', dan doen zij gebruik van qiyas. Ja, qiyasuna, yani hadha ijtihad. Hatta yuftun nas fi al-umur al-mustajaddat, yuftun an-nasa binaan ala hadha qiyas. Walakin hadha qiyas, kama qultu, في مقابل النص هو قياس فاسد له شروط. ديز الانالوجي ديز قياس هي فوربان ان ايفن از فوربان از دات خيم دار بفهم زي وات هي ابليس فدان هاي بسيط دفرا ناملك ترك امر الله تبارك وتعالى واخذ يفكر بعقله ويقدم عقله على النقل يقدم العقل على النقل. وهذا طبعا كما بين العلماء هذا ضلال مبين، لان العقل يتبع النقل، العقل نستخدمه لفهم النص، فاذا فهمت الامر الالهي امتثلت امره. وفي هذا ذكر العلماء يعني الابيات الشعريه في العقل والعلم، فقالوا علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من الذي منهما قد أحرز الشرف؟ العلم قال أنا أدركت غايته، والعقل قال أنا بالرحمن عرف، فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في القرآن اتصف، فأيقن العقل وأن العلم سيده فقبل العقل ورأس العلم صار. يعني هذه الأبيات خلاصة أن العلم والدليل القرآن والسنة هو مقدم على العقل، وإنما العقل وسيلة نفهم به النص. أما إبليس لنرجع، إبليس ترك أمر الله تبارك وتعالى واستعمل القياس وبدأ يتفلسف، فأدى به هذه الفلسفة إلى نتيجة أنه لا يسجد وليس بصحيح، وسجوده لآدم لا يصح وليس معقول، ليس معقول، ما بغاش تدخلوا الراس، مع أن أمر الله واضح. دوس دي أين الريزلتات فان ديزا فيلوسوفي فان إبليس وات كوم أوت أس أوتكومست ناملك زان سجود فور آدم إز نيت كوريكت إز نيت لوجيس إز خي لوجيكا سو مانس فان أفهم لوجيكا أن زان لاتا نعم لوجيكا مو دات غبريك ولكن أمان دات بفهم الله أونس دايلك إز بفضل البروفيسور دايلك إز
Het gaat jouw hoofd, het gaat jouw verstand niet te binnen. Laat jouw verstand terzijde en neem het bevel van Allah subhanahu wa ta'ala. Want het kan zijn dat je bepaalde zaken niet begrijpt. En het bevel van Allah en de profeten, als het ook daadwerkelijk van hen afkomstig is, dan is dat de waarheid. Iden, femtana ani sujud. Hij weigert dus om zich neer te knielen voor Adam alayhi salam. Illa iblis aba wa stakbara wa kana min al-kafirin. Thum ba'da dhalika, yani talab min Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Allah subhanahu wa ta'ala sa'alahu. يا إبليس وفي هذا الدرس عظيم لنا يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين الله سبحانه وتعالى تقول إبليس بعد دوم سجود تفريخ آدم عليه السلام فرغا يا فاطفر هاوك يا أفان أن سجود تفريخ ونعلم أن الله سبحانه وتعالى علم الغيوب الله سبحانه وتعالى علم الغيوب يعلم ما منعه ما منع إبليس من سجود لآدم ولكن الله سبحانه وتعالى يعلمنا رأيت أخاك يفعل فعلا أو سمعت أخاك أخطأ تقول قولا وأنت يعني تلبس عليك الأمر فهمت شيئا من فعله أو قوله فما عليك إلا أن تستفهمه وأن تتأكد وتسألهم ماذا تريد بهذا الأمر ماذا تقصد نحن لا مباشرة نحكم على هذه المسألة ربما لم يقصد هذا أصلا وربما لم يقصد بفعل هذا الأمر الذي فهمته أنت فنحكم عليه الله سبحانه وتعالى يعلمنا وهو علام الغيوب يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم ويعلمنا لا بد أن تستفسر عن أمر ما يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي الله سبحانه وتعالى يقول om altijd even te verifiëren waarom iemand iets gezegd heeft of gedaan en jij begrijpt het op een bepaalde manier dan dien jij diegene te vragen wat bedoel jij daarmee heb jij het zo bedoeld waarom heb jij dit gedaan met jouw kinderen Jouw kind heeft iets gedaan. Vragen voordat jij je straf geeft. Voordat je hem gaat afstraffen. Waarom heb jij dit gedaan? Ma man'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday. O Iblis, waarom heb jij geweigerd om sujud te verrichten voor hetgene wat ik met mijn eigen handen heb geschapen? Qala ana khayrun minhu wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nadat hij dat heeft gezegd, wat hem heeft tegengehouden, namelijk zijn arrogantie, dat hij zich beter voelt dan Adam. Toen heeft Allah subhanahu wa ta'ala geoordeeld. Qala fa'anzirni ila yawm yub'athun. Qala fa'innaka min al-mudharin. Iblis vroeg uitstel. Geef mij uitstel tot yawm al-qiyam. Qala fa'innaka min al-mudharin ila yawm al-waqt al-ma'lum. Hij heeft mij uitstel geef tot yawm al-qiyam. Qala fa'bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Iblis, hij zweert bij Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis, hij kent het tawhid. La yuqsim bil makhluq. Kama yaf'alu al-ba'd. Ahqala labka. Ahqala bilha. Ta? Yaqa hada wala. An-nas yahlifuna bil milh. Subhanallah. Yahlifuna bil ka'ba. Wa in kana Allah qad sharafaha. Fala yajuz. Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Man kana halifan fal yahlif billah. Wie wil zweren, dient te zweren bij Allah subhanahu wa ta'ala. Niet zweren op een schepsel. Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Man halafa bi ghayri Allahi faqad kafara aw ashrak. Man halafa bi ghayri Allahi faqad kafara aw ashrak. Degene die heeft gezworen bij iemand anders dan Allah, die heeft of ongeloof begaan of polytheïsme bedreven. Amma Iblis, yuqsimu billahi tabaraka wa ta'ala wa yuqsimu bi sifatin min sifatihi. وهي العزة ولله العزة قال فبعزتك عرف التوحيد ولكن خالفه لا يكفي أن تعرف التوحيد ولابد أن تلتزم بالتوحيد حتى تكون من الناجين من عقاب الله تعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين هو إبليس بين
Iblis heeft getuigd dat hij, en is van plan, en heeft zichzelf beloofd en zich opgelegd om alle mensen te misleiden. Behalve de oprechte mensen. Al-mukhlasin. Alladhina akhlasahum Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina ikhtarahum Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina akhlasahum lillahi tabaraka wa ta'ala fi ibadatihi. Degene die oprecht zijn in hun aanbidding jegens Allah subhanahu wa ta'ala. Degene die uitverkoren zijn door Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Hij zal hem beschermen. En shaitan heeft zelf gezegd dat hij ze niet zal kunnen misleiden. Illa. لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا الصلاة عليه المستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين الله سبحانه وتعالى يقول باقي الله أمز تروس كن هاو إن عبادي من دينار دي ماي أمبد دي ماي غورزان دي زي فسكلام أمين وبهاري إن عبادي ليس لك عليهم سلطان Je hebt geen macht over hem. De shaitan heeft geen macht over jou. En daarom, يوم القيامة, als Allah subhanahu wa ta'ala, lama, idha jam'a Allah subhanahu wa ta'ala al-khalaiq, awwalahu, ila akhirihim, wa, hinama yaqdi Allah subhanahu wa ta'ala bin al-khalaiq, ahlul nar ila al-nar, wa ahlul jannah ila al-jannah, wa yudkhal iblis, مع أتباعه في نار جهنم إلا هو سينصب له من برد من نار يعني الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أصل من سفر تهلفير تهلفير زي بنت ريدا المس من بارادايس بارادايس زي بنت ريدا زال قال إن جهنم المنبر شوف المنبر غاب المنبر في الهوت بارد إنا وقصات الخطبة خير يوم القيامة زال الشيطان المنبر كريخ جهنم المنبر فانفير يقف عليه إبليس ويخاطب ويخطب ويلقي كلمة ومحاضرة في نار جهنم قال تبارك وتعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم الله سبحانه وتعالى فينا تصير أوفر إبليس إن عبادي ليس لك عليه سلطان يوم القيامة ظل هاي دب فاستخر هاي ظل ديز مين بارقلاس نيمة هاي ظل دمنس من جهنم تسبريك دي أنا بخور زاند وقال الشيطان لما قضي الأمر زي بريك البريك فان الشيطان دي ليزي فان الشيطان إن جهنم عن في عن دخينة دي أنا بخفلخت دخينة دي ألبول زين فان درينكر دخينة دي أوفرسبل زين فان بليخر دخينة دي overgegaan zijn op diefstal. Degene die mensen gingen blazeren en bedriegen. Mensen die in huwelijken vreemd gaan. Mensen die liegen. Anderen bestelen. En het gebed verwaarlozen. Mensen die weigeren in Allah subhanahu wa ta'ala te geloven. En beelden en koeien en andere zaken aanbidden. Wa qala shaytanu lamma qadiya al-amr inna Allah wa'adakum wa'd al-haq. Hij zal zeggen, Allah heeft jullie een echte ware belofte gedaan. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم أنا كان بين بلوفة خدام يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا وهو الشيطان بلوفة قم قم هير هير قم يا خاط خلق خليفة قم يا خاط خنيتة قم يا خاط خلط ماكا وتخاي يرغ بريك فور بارو قم يا خاط فيل خلط ماكا ماكي خلط ماكا Kom, je gaat genieten. Je voelt je droevig. Je voelt je ongelukkig. Kom, ja, nu ga jij, als je dit niet doet, ga je gelukkig voelen. Gaat je lekker voelen. Je gaat alle problemen vergeten. Zo beloftes van de shaitan. Wa qala shaitanu lamma qudiya al-amr inna Allah wa'adakum wa'd al-haq. Wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Allah heeft jullie de ware belofte gedaan. En ik heb jullie beloftes gedaan die ik niet ben nagekomen, die ik niet waar kon maken. Fa'akhlaftukum.
وما كان لي عليكم من سلطان. شوف وما كان لي عليكم من سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الله heeft ons van tevoren verteld, hij heeft geen macht over ons. يوم القيامة zal hij dat zeggen op zijn preek, op zijn op de minbar, tijdens zijn preek. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتوا لي. En ik had geen macht over jullie behalve dan dat ik jullie influisterde. Ik gaf jullie alleen maar het bevelen. Ik zei tot jullie: kom daar en daar. Doe dit en dit. Eén keertje maar. Eén keertje, voor de laatste keer. Sla je slag, één keer. En dan nooit meer. Eén keertje en je bent binnen. Eén keer en dan heb je alles opgelost. Laatste keer. Heel eventjes, niemand ziet jou. En ik heb jullie beloftes gedaan die ik niet kon nakomen. En ik had geen macht over jullie behalve dat ik jullie bevelen gaf. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. Ik gaf jullie bevelen en jullie gehoorzaamden mij daarin. فلا تلوموني. Geef mij dan niet de schuld. فلا تلوموني. ولوموا انفسكم. Geef jullie zelf de schuld. Verwijt mij niet, maar verwijt jullie zelf. Jullie hebben het met jullie eigen handen gedaan. Je hebt zelf overspel gepleegd. Je hebt zelf naar verboden zaken gekeken. Je hebt zelf alcohol en verdovende middelen gebruikt en verkocht en verhandeld. فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُ أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ. Ik kan jullie niet redden. Ik kan jullie niet redden uit Jahannam. مَا أَنَا بِمُنْقِذِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُنْقِذِي. Ik kan jullie niet redden uit Jahannam. Jullie kunnen mij niet redden. إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dit is, en voor de onrechtplegers is een pijnlijke bestraffing. Dit is de preek en lezing en toespraak van de shaitan op zijn preek gesloten Yawm al-Qiyamah. ولكن من رحمة الله تبارك وتعالى بنا أنه بين هذه الخطبة، بين هذه المحاضرة التي سيلقيها الشيطان على مسامع أهل النار يوم القيامة، حتى نعتبر وحتى لا نتبع الشيطان ولا نتبع خطوات الشيطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. كم عندنا الوقت؟ قول لنا الوقت. ومتى أصليت؟ ومتى أصليت؟ 10 دقيقة 10 دقائق. لما عصى الله تبارك، لما عصى إبليس آدم الله سبحانه وتعالى، لما عصى إبليس ربه سبحانه وتعالى، حذر الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام وزوجه وذريته من إبليس. لما خلق الله سبحانه وتعالى حواء لآدم عليه السلام، وكان آدم عليه السلام في الجنة يتمتع بنعيم الجنة، يتمتع بثمار الجنة وبأنهارها وأشجارها وطعامها وشرابها. Toen Adam alayhisselam het paradijs werd binnengeleid en hij genoot van het paradijs, de vrucht en het eten en het drinken en de rust en de bomen en allerlei soorten genietingen. Ondanks al deze genietingen schiep Allah subhanahu wa ta'ala voor Adam alayhisselam Hawa. Fabayna Adam alayhisselam wa huwa na'im fastayqadha wa idha bihadhihi al-makhluqa أمامه. آدم عليه السلام شريف البارادايس نظرت الله سبحانه وتعالى بالغرب تباص فانزن أين زمهيك دمانس كانت إنزن أين تليفة دمان كانت هنضر دفراو أن دفراو كانت هنضر دمان. وقيل أن الإنسان سمي إنسان للأنس، يحتاج إلى الأنس، لا يعيش لوحده، لا يمكن أن يعيش ولا تدوم هذه الحياة. إنسان يعني يعيش لوحده. Er wordt gezegd dat insan, deze naam heeft de mens te danken aan gezelschap, en ons wat gezelschap is. De mens kan niet zonder gezelschap. Nog de man zonder de vrouw, of de vrouw zonder de man. Elk heeft de ander nodig. Adam alayhisselam sliep totdat hij wakker werd, waarop hij Hawa, zijn echtgenote, zag. Vanwege het feit dat Allah subhanahu wa ta'ala op de hoogte was van de eenzaamheid waar Adam mee te maken had, ondanks alle gunst en genieting van het paradijs, schonk Allah subhanahu wa ta'ala en schiep hij Hawa uit een gebogen rib van Adam alayhi salam. En hierna verwijt het woord van Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhan nasu, ya ayyuhan nasu, taqwa rabbakum, ya inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa taqwa alladhi khalaqakum min nafsi wahida, alladhi khalaqakum min
نفس واحدة وخلق منها زوجها. الله سبحانه وتعالى heeft حواء uit rib, gebogen rib van Adam عليه السلام, de linker rib geschapen. وهبونا فيه يعني حكمة أو لطيفة من اللطائف ألا وهي أن الإنسان, أن هذه المرأة خلقت من الإنسان, من الرجل, خلقت من نفسه وكأنها هي وهي جزء منه, فكيف يظلم الإنسان نفسه؟ يعني لا يرضى الإنسان يظلم نفسه. هل يمكن, هل يعقل أن الإنسان يضرب نفسه؟ واحد يضرب راسه, هذا معقول؟ قد تظلم أحدا, قد تظلم أحدا, ولكن أن تظلم وتضرب نفسك هذا لا يمكن. يعني إنسان ضرب نفسه فهذا يحكم عليه بالجنون, يعني إنسان مجنون. Iemand die zichzelf slaat, heb je ooit iemand gezien die zichzelf slaat? Die zichzelf onrecht aandoet? Onmogelijk. Behalve iemand die krankzinnig is. Aangezien Allah subhanahu wa ta'ala Hawa, de vrouw van de man, heeft geschapen en de vrouw een onderdeel is van de man, is het krankzinnig dat de man deze vrouw onrecht aandoet, want het is alsof hij zichzelf onrecht aandoet. Als hij haar slaat, dan is het alsof hij zichzelf heeft geslagen. Scheldt hij haar uit, dan is het alsof hij zichzelf heeft uitgescholden. Behandelt hij haar onrechtvaardig, dan is hij alsof hij zichzelf onrechtvaardig behandelt. Chanteert hij haar, dan is het alsof hij zichzelf chanteert. وهكذا. فالله سبحانه وتعالى حذر آدم عليه السلام وزوجه من إبليس. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الله سبحانه وتعالى زايد في آدم أنت في حواء تريد بارادايس بن خنيت من الله خنيتين من بارادايس بهالفة قم نيت in the buurt نيت in the buurt قم. الله سبحانه وتعالى زايد ايت نيت ولا تقربا, niet in de buurt komen van deze boom. فتكون من الظالمين. Geniet van alle gunsten, alle genietingen. Niet in de buurt komen van deze boom. ولا تقربا هذه الشجرة. Maar Iblis, Allah subhanahu wa ta'ala hadara Adam وحواء من Iblis. قال يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إنك ألا تظمأ فيها ولا تضحى إلى غير ذلك من الآيات التي حذر الله سبحانه وتعالى فيها آدم وزوجه من إبليس. الله سبحانه وتعالى واسكوده أن تيخذ إبليس. إبليس قام فوسوس لهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. إبليس قام بخون أن تفلسر أن تزون دموية معك أخي نار دي أين بو. شوف سبحان الله, الله سبحانه وتعالى في أرس حلال خمات الله سورة درانكيس هيت الله سبحانه وتعالى حلال خمات الله سورة أيتا هيت الله سبحانه وتعالى حلال خمات allerlei soorten kledingstukken heeft Allah subhanahu wa ta'ala voor jou haram gemaakt. Maar de shaitan fluistert bij jou in en gaat naar die ene. En dat ene drankje wat haram is, gaat veel mooi maken. وَلَمُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَمُزَيِّنَنَّ لَهُمْ. Ik ga voor hen de zaken mooier maken, aantrekkelijk maken. Dat is wat de shaitan doet. En de shaitan komt bij de ene soort eten of voedsel wat haram is, om dat aantrekkelijk te maken. Je hebt het nooit geproefd. Eén keer proeven. Eén keer proeven. Kijk hoe het proeft en daarna brood houden. Eén keer een slokje. Eén slokje. Je wordt niet dronken. Eén slokje. Dus dit is de werkwijze van de shaitan. وَقَالَ مَا لَهُمَا. Hij kwam bij Adam عليه السلام en Hawa zei: weet jullie waarom Allah deze boom voor jullie verboden heeft verklaard? Hij zei: Allah heeft deze boom voor jullie verboden gemaakt. Want als jullie ervan gaan eten, dan zullen jullie engelen worden. Of jullie zullen onsterfelijk worden. Jullie zullen nooit dood kunnen gaan. Jullie blijven altijd, voor altijd onsterfelijk. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. En hij begon te zweren. Hij begon te zweren en hij zei: ik ben echt voor jullie oprechte raadgever. Dus
Subhanallah. Iblis een oprechte raadgever. En ik kan een geer op iemand. Sommige mensen die hebben hem echt als adviseur. Heel veel mensen hebben hem als adviseur. En hem geaccepteerd. En contract afgesloten als oprechte raadgever. En adviesorgaan. وقاسلهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور فلما ذاق الشجرة بلتهما سوءاتهما وطفقا يصفان عليهما بورق الجنة زعانت في فوص من البوم يرفع غربان زعانت من الأبو الله أعلم وفن أبو غصر وفن بيرسي وفن بنار ومساندرس الله أعلم لأن ديسر زعانك دارفن زي بأفهمك فن بيرس En Allah ta'ala, in hoeverre het bewijzen is dat het om een appel gaat. Maar waar het om gaat, het was een vrucht. Wat precies, wat voor vrucht het is? Allah ta'ala, in ieder geval bij mij, onbekend. Hij at van deze vrucht. En in sommige geschriften, voorgaan we naar de bihad, inshallah ta'ala, in sommige niet-islamitische geschriften, in andere religies, is bekend dat Hawa. Adam a.s. heeft verleid om van deze boom te eten. Maar in de islam, Allah subhanahu wa ta'ala heeft hen beiden verantwoordelijk gehouden voor deze zonde. Terwijl in andere religie de zonde in de voeten wordt geschoven van Hawa. Maar zij zijn beiden verantwoordelijk voor deze zonde. وَلَا تَزِرُ وَزِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى Geen enkele ziel zal de last dragen, of de zonde dragen van de andere ziel. Iedereen is verantwoordelijk. Kullun mas'ulun an tasarrufatihi. Wa la tajri wazirat wizra ukhra. Fa'akala min hadhihi al-shajara, fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yasifan 'alayhima min waraqi al-janna. Fa kana ma kana min ihbati Allah ta'ala li Adama wa Hawa wa ihbat Iblis ila al-ard. ثم تاب آدم عليه السلام قال وحواء طبعا قال رب قال آدم وحواء قال ربنا ظلمنا أنفسنا زاد بين آدم وحواء قيل في الصيغ وبهذا نختم إن شاء الله تبارك وتعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين كاين في الصيغ إبليس هاي برات زين زوند غوت دمانس كان زوند بريغ كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون البروفيت صلى الله كل بني آدم خطأ ده زوف آدم كل زوف آدم ودخته كان زوند بريخ كان فرفان إن زوند ده منس زبك وخير الخطائين التوابون and the best of these دي زوند بريخ زين ده براوفل كأيما آدم عليه السلام and إبليس إبليس فرفين إن زوند نت زواص آدم إن زوند فرفين بريسيس الزلم بعيد فرفين إن زوند Maar Iblis kwam op en verdedigde zichzelf en praatte deze zonde goed. En nam toe in ongehoorzaamheid en hoogmoed en arrogantie. En dit is het gevaar. En dit is hetgeen waar we voor moeten oppassen. En Adam a.s. hij kwam tot de conclusie dat hij Allah zondig was. Allah gehoorzaam was. Waarop hij Allah om berouw smeekte. En berouw toonde, waarop Allah subhanahu wa ta'ala zijn berouw heeft geaccepteerd. Tot slot, als jij in de zonde vervalt, wanneer wij eenmaal in de zonde zijn gevallen, en we hopen dat wij niet in de zonde hoeven te vervallen, maar zijn wij eenmaal in de zonde vervallen, dan dienen wij zoals onze vader en moeder te zijn, zoals Adam en Hawa, alayhi salam, waarop Allah subhanahu wa ta'ala zijn berouw heeft geaccepteerd. En wij dienen niet zoals Iblis te zijn, die doorgaan, in ongehoorzaamheid, doorgaan in de zonde en om zonde goed praten waarmee zij voor eeuwig zoals de Iblis verdoemd zijn tot het half uur in de Sallallahu ta'ala bij Ismail Hussein wa sallam en yaj'al hadhi kalima fi mizan hasanatina wa rikta fi ba'd al-qadr wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa akhir da'wana en alhamdulillahi rabbil alamin أنا كنت في القاعة كان الأتاي والقهوة المغيب يجلس معي مرحبا بكم